السلام عليكم ورحمة الله. بعد أن تعلمنا حساب عدد المراحل بالنسبة للديستليشن كولوم في حالة الباينري سيستم باستخدام طريقة مكيب ثاير ميثود، وهي طريقة رسم بياني، في هذه المحاضرة إن شاء الله راح نجي نحسب عدد المراحل باستخدام طريقة لويس سورال ميثود. فالموضوع الخاص بهذه المحاضرة هو الأناليسيس أوف باينري ديستليشن تريد تاور باستخدام طريقة لويس سورال ميثود. هي عبارة عن طريقة تحليلية وليس طريقة بيانية، يتم حساب عدد المراحل step by step باستخدام معادلات، ويتم الانتقال من بليتة إلى أخرى، وراح نشوف شلون راح تتم هذه العملية. في بداية الأمر هذا هو رسم توضيحي لل distillation column، وهذه هي مجموعة من الصواني الموجودة في هذا الكولوم. راح يتم ترقيم الصواني بالشكل التالي: يتم ترقيم منفصل بالنسبة للجزء الأعلى وبالنسبة للجزء الأسفل. ثم راح أجي أسمي البليتات، راح أجي أسميها بالشكل التالي: نجي أول شيء الرقم الصواني الموجودة فيها على الكولوم، فهاي مثلا أرمز لها رقم 0، وهاي رقم 1 الصينية الثانية، وهاي رقم 2، وهذه رقم 3، وهذه رقم 4 إلى آخره، إلى أن أوصل إلى الفيت بليت أتوقف بالترقيم. بعد ذلك اجي على الجزء الاسفل من الكولوم، ايضا ابدا رقمه من اسفل الكولوم، فهاي راح تكون البليتا رقم 0، وهاي راح تكون البليتا رقم 1، وهاي البليتا رقم 2، وهذه البليتا رقم 3، وهذه البليتا رقم 4، وهذه البليتا رقم 5 الى اخره، الى ان اوصل الى الفيد بليت. الترقيم طبعا مو بالضروره انه يكون متساوي عدد البليتات بعد الكولوم مع عدد البليتات في اسفل الكولوم، مو شرط هذا الشيء، وإنما ممكن أن يكون الترقيم مختلف وممكن أن يكون الترقيم متشابه، ماكو مشكلة. بعد ذلك التراكيز راح تكون عندي بالشكل التالي: قلنا مسبقا كل ستريم راح يجي يحمل سبسكريبت يمثل لي المكان اللي اجى من عنده، فبالنسبة للصينية رقم 0. تركيز البخار صاعد باتجاه الأعلى اللي هو هذا راح يكون هو عبارة عن واي نوت، والليكويد النازل باتجاه الأسفل راح يكون هو عبارة عن اكس نوت. وبالنسبة للبليتا الموجودة عندي هنا راح يكون عندي البخار الصاعد باتجاه الأعلى هو عبارة عن واي نوت، وبالنسبة للسائل النازل باتجاه الأسفل عفوا واي 1 بالنسبة للبخار هذا راح يكون عندي واي 1 باعتبار انه جاء من البليتا رقم 1، وهذا الليكويد النازل باتجاه الاسفل راح يكون اكس 1. وبالنسبه للبخار الصاعد من البليتا رقم 2 راح يكون بشكل واي 2، والليكويد النازل من البليتا رقم 2 راح يكون بشكل اكس 2، وايضا بنفس الطريقه هذا راح يكون واي 3، وهذا راح يكون اكس 3، وهذا راح يكون واي 4، وهذا راح يكون اكس 4. فصارت عندي ترقيم بهذا الشكل، وايضا نفس الشيء بالنسبه للجزء الاسفل من الكولوم راح اتبع نفس الاسلوب، هذا ايضا راح يكون اكس نوت واي نوت، وهذا راح يكون اكس 1 واي 1، وهذا اكس 2 واي 2، وهذا اكس 3 واي 3 الى اخره. يعني اجي اتبع نفس المبدا ونفس الطريقه حتى اجي احل الكولوم. الطريقه طبعا هي هاي ستيب باي ستيب، يعني يتم استخدام مجموعه من المعادلات، وراح نجي هسه نشوف الخطوات اللي راح يتم اتباعها شلون راح تصير. بالنسبه لهذه الطريقه according to this method we either start from bottom up to the top or start from the top to the bottom. يعني من نجي على هذه الطريقة نحل، يا أما نبدي من أعلى الكولوم ونستمر بالتوجه باتجاه الأسفل، أو نبدي من أسفل الكولوم ونستمر باتجاه الأعلى. إحنا مخيرين في جميع الحالات، إحنا راح نبدي مرة منها ومرة منها، أو بالعكس نبدي منها ومنها، في جميع الحالات هو نفس المبدأ. فحسب هذه الطريقة نجي نحسب عدد المراحل step by step. راح نجي هسه على اول احتمال او اول طريقه راح نجي نستخدمها اللي هي starting from top، راح نبدي من اعلى الكولوم، يعني من ابدي حساباتي راح اجي ابديها من اعلى الكولوم اللي موجود عندي هنا. طبعا الجزء الاعلى من الكولوم احنا نعرف هذا هو عباره عن rectifying section operating line، من نقول نبدي من اعلى الكولوم
يعني نبدي من أعلى نقطة بالكولوم انتهاء بالفيد بليت. ومن نقول نبدي من أسفل الكولوم يعني نبدي من آخر نقطة بالكولوم وانتهاء بالفيد بليت. هسه راح نجي على أول طريقة اللي هي ابتداء من أعلى الكولوم، راح نجي نبدي من أعلى الكولوم إلى الفيد بليت. طبعا المعادلة اللي راح نجي نستخدمها هي الواي ان يساوي ln over xn، العفو ln over vn في xn زائد 1 زائد d تقسيم vn في xd. وهاي هي عبارة عن rectifying section operating line. بالإضافة إلى هذا راح أجي أستخدم ذول المعادلتين. إحنا قبل قلنا بأنه reflex ratio هو عبارة عن ln over d. reflex ratio عرفناه مسبقا اللي هو نسبة الإرجاع تساوي ln over d. من هذه المعادلة أقدر أستخرج بأنه ln يساوي لنا reflex ratio في الدستريت. وإحنا أيضا نعرف بأنه vn يساوي لنا ln زائد الدستريت، لأن قلنا مسبقا vn هو عبارة عن البخار اللي راح يصعد باتجاه الأعلى. يعني vn هو هذا عبارة عن هذا البخار اللي راح يجي إلى الكوندنسر، بعدين راح يتوزع إلى ln اللي هاي ال راجعة هنا نفسها ln، وهذا الدستريت، فراح يصير عند vn يساوي لنا ln زائد الدستريت اللي هي هاي المعادلتين اللي راح نجي هنا. بالإضافة إلى معادلة Rectifying Section Operating Line الموجودة عندي هنا، هاي الثلاث معادلات هي اللي راح نجي نستخدمها بالإضافة إلى معادلة التوازن، هي هاي اللي راح نجي نستخدمها حتى نحسب عدد المراحل. راح نتبع الخطوات التالية حتى نجي على طريقة لويس سورال ميثود. أول شيء نسوي Calculate the values of ln and vn by equations 2 and 3. أجي على المعادلة رقم 2 والمعادلة رقم 3، أجي أحسب ln والvn. الرفلكس ريشيو طبعا راح تكون عندي اغلب الاحيان معلومه بالسؤال، لان احنا اصلا نحددها مسبقا قبل لا نسوي عمليه الديستليشن. والديستليت يا اما يكون عندي معطى بالسؤال او نجي نسوي ايكوليبريوم او عفوا نسوي ماتيريال بالانس نحسب الديستليت، فاقدر احسب ال ان. بعد ان حسبت ال ان والدي عندي معلومه اقدر احسب الفي ان، فصارت عندي ال ان والفي ان صارت عندي معلومه. الان نرجع على المعادله رقم 1. المعادله رقم 1 احنا اصلا نعرف بأنه الـ yn يساوي الـ ln تقسيم الـ vn في xn زائد 1 زائد d تقسيم الـ vn في الـ xd. وهاي المعادلة احنا اشتقناها بالمحاضرات السابقة وسميناها Rectifying Section Operating Line. الآن بعد أن اجينا حسبنا قيمة الـ ln وحسبنا قيمة الـ vn، هذول القيم راح اجي اعوضهم هنا، فصارت عندي هاي ال ان محسوبه والفي ان محسوبه والدي عندي معلومه والفي ايضا محسوبه. بالنسبه لهذه الحدود الموجوده عندي هنا، هذه الحدود هي ثوابت، يعني قيمه الدي هي ثابته والفي ان ثابته والال ان ثابته، فلذلك هذا الحد راح يصير عندي كانما بمثابه كونستانت، وهذا الحد ايضا راح يصير عندي بمثابه كونستانت. فلذلك المعادله مالتي الموجودة هنا راح تصير بالشكل التالي، راح تصير عندي بشكل الـ yn راح يساوي لي constant مضروبة في xn زائد 1 زائدا constant في الـ x distillate. الـ X distillate أيضا لا تنسون بأنه عبارة عن قيمة ثابتة، دائما يكون عدي بشكل ثابت. فلذلك المتغير الوحيد في هذه المعادلة راح يكون هو الـ YN والـ XN زائد 1. وانتبهوا طلاب، احنا بالمحاضرات السابقة ذكرنا بأنه دائما فيما يخص هذه المعادلات، طبعا فيما يخص معادلة Rectifying Section Operating Line من اشتقيناها كانت عدي بليتا رمزنا لها بالرمز n، وبليتا موجودة أيضا أخرى هي عبارة عن n زائد 1، صارت عندي بهذا الشكل. هذه المعادلة إذا ترجعون للمحاضرات السابقة هي عبارة عن معادلة تعطيني تركيز ال y مع تركيز ال x. تركيز ال y وتركيز ال x هو بالنسبة لمعادلتين متتاليتين أو بالنسبة لصينتين متتاليتين، يعني ال x وال y مالتي متم على نفس المعادلة أو على نفس البليتة،
وإنما الإكس راح تكون في صينية والواي راح تكون في الصينية التالية التابعة إلها مثل ما راح نشوف. فبالوقت الحالي لازم تنتبهون بأنه دائما، ملاحظة جدا مهمة، دائما معادلة الأوبريتنج لاين تربط للإكس والواي بين صينيتين متتاليتين، يعني مو الإكس والواي بنفس الصينية، لا، الإكس بصينية والواي بالصينية التالية. فبالتالي هذه ملاحظة جدا مهمة بأنه الريكتيفاينج سكشن أو أي أوبريتنج لاين، مو فقط الريكتيفاينج سكشن وإنما أيضا السترينج سكشن، دائما تربط بتركيز الإكس مع تركيز الواي في بليتة أخرى. أما بالنسبة لمعادلة التوازن فدائما تربط لي تراكيز الإكس والواي في نفس البليتة. فهي هسه بالنسبة للنقطة الثانية. النقطة الثانية مثل ما قلنا substitute the values of calculated LN and VN in equation 1 to B، مثل ما قلنا نعوض قيمة الـ LN ونعوض قيمة الـ VN، فصار عندي هذا ثابت ومعلوم وهذا أيضا ثابت ومعلوم، فصار المتغير الوحيد عندي الـ YN بالنسبة للطرف الأيسر والمتغير الوحيد بالنسبة للطرف الأيمن هو عبارة عن XN زائد 1. هذه المعادلة مثل ما قلنا مسبقا هي عبارة عن N و N زائد 1. بالمحاضرات السابقة من اشتقينا قانون Rectifying Section Operating Line، الاشتقاق مالته كان بالشكل التالي. فرضنا بأنه هذه الصينية هي N وهذه هي الصينية N زائد 1، وقلنا بأنه البخار الصاعد منها هو عبارة عن YN والليكويد النازل منها هو عبارة عن XN زائد 1. فلذلك هذه المعادلة تربط لي تركيز البخار اللي هو YN مع تركيز الليكويد الموجود بالبليتة العليا بعد هاي البليتة مباشرة. يعني هذا الـ YN وهذا الـ XN زائد 1، علاقة التوازن عفوا علاقة الـ Operating Line تربط لي بين هذه التراكيز، فدائما الـ Operating Line ينتقل من بليتة إلى أخرى. لكن انتبهوا هنا قلنا N و N زائد 1، هذا فقط للدلالة على أنه الـ Y هو تركيز البليتة الموجودة بالأسفل والـ X هو تركيز البليتة الموجودة إلى الأعلى من عندها مباشرة. لكن هنا الترقيم إذا تلاحظون مختلف، الترقيم هو Y مثلا هنا عندي 1، البليتة الموجودة من عندها هي عبارة عن 0. فلذلك الـ Operating Line Equation راح تقول لي الـ Y1 راح يساوي LN تقسيم VN X0 زائدا D على VN في الـ X Distillate. فهنا الـ YN هي عبارة عن Y1 والـ XN زائدا 1 هو عبارة عن الـ X0. يعني من نقول N ونقول N زائدا 1 هذا ما يعني بأنه لازم إذا كانت عندي البليتة الموجودة بالأسفل 1 فوقها تكون 2، لا، هذا فقط للدلالة على أنه الواي هي دائما مع البليتة الموجودة بالأسفل والإكس هو دائما تركيز الليكويد مع البليتة الموجودة إلى الأعلى من عندها مباشرة. فهاي ملاحظة جدا مهمة يصير بها إرباك للطالب، مرات يقول احنا ليش نقول N وN زائد 1؟ إذا كانت عندي N تساوي 1 شلون N زائد 1 راح تساوي 0؟ لا، مثل ما قلت N هي كأنما نقول البليتة الموجودة بالأسفل والN زائد 1 هي للدلالة على أنه البليتة موجودة من الأعلى. ممكن أنه يكون الترقيم بشكل زيادة، ممكن يكون الترقيم بشكل نقصان، ما لها علاقة. بالجزء الأعلى راح يكون الترقيم بشكل نقصان وبالجزء الأسفل راح يكون الترقيم بشكل زيادة. فأرجو الانتباه إلى أنه دائما الواي بالبليتة الموجودة بالأسفل والإكس بالبليتة الموجودة بالأعلى. فلذلك الـ Operating Line Equation راح تربط الـ Y1 مع الـ X0 والـ Y2 مع الـ X1 والـ Y3 مع الـ X2 وهكذا. نرجع بعد ذلك إلى الخطوة اللي بعدها. الخطوة اللي بعدها بعد أن سويناها ثابتة راح نفرض بأنه الـ X0 أو الـ عفوا Y0 يساوينا الـ X Distillate، وهذا راح نشوف شنو السبب. الـ X Distillate هو التركيز مالت الفيبر بالبخار. لو نرجع إلى هذا الرسم الموجود عندي هنا، الـ Y0 إذا تلاحظون هي عبارة عن التركيز الخارج من أعلى بليتة بالكولوم، هذه هي الـ Y0. الـ Y0 هاي راح تجي تركيز البخار، راح يتوجه تركيز البخار بهذا الشكل بشكل VN إلى أن يرجع إلى الكوندنسر ويتكثف. من يتكثف راح يرجع بشكل X Distillate ويرجع بشكل LN. البخار دائما من يتكثف تركيز مادة السائل هو نفس تركيز البخار، لأنه ما صار عندي أي فقدان، فكمية المادة A الموجودة بالبخار
هي نفس كمية المادة A اللي تكثفت بالسائل، فلذلك دائما يكون عندي هذه الملاحظة، دائما يكون عندي الواي نوت دائما يساوي الاكس ديستليت، لان الواي هو تركيز البخار، الواي نوت اخذناه بالتحديد لانه هو تركيز البخار الداخل الى الكوندنسر، فبالتالي تركيز البخار الداخل الى الكوندنسر هو الواي نوت راح يساوي لي الاكس ديستليت، فهاي الملاحظة دائما تكون عندي ثابتة. فأول شغلة راح نجي نسويها، راح نجي نفرض بأنه الواي نوت يساوي اكس ديستليت، وبالحقيقة هي مو فرضية، هو هذا الواقع، دائما يكون عندي الواي نوت يساوي الاكس ديستليت. فأجينا فرضنا الواي نوت يساوي الاكس ديستليت هي الكونستليشن بالبخار. احنا لازم من نجي نحل باستخدام طريقة لويس سورال ميثود، لازم اكو عندنا ستارتنج بوينت او نقطة بداية. في حالة إذا بدينا من أعلى الكولوم أو بدينا بالريكتيفاينج سكشن، نقطة البداية راح تكون هي الواي نوت أو الإكس ديستليت، هي هاي راح تكون عندي نقطة البداية، فراح أجي أستخدم هذه القيمة اللي هي الواي نوت حتى أحسب قيمة الإكس نوت. لأن إحنا مبدأ الطريقة هو شنو؟ مبدأ الطريقة إنه نجي نحسب التركيز على البليتا رقم صفر، بعد ذلك بالاعتماد على هذه التراكيز الموجودة هنا أجي أحسب تركيز البليتا رقم واحد، وبالاعتماد على تركيز البليتا رقم واحد أجي أنتقل إلى تركيز البليتا رقم اثنين، وبالاعتماد على تركيز البليتا رقم اثنين أنتقل إلى تركيز البليتا رقم ثلاثة، وهكذا إلى أن أوصل إلى الفيد بليت أتوقف. فمثل ما قلت لكم نحتاج دائما ستارتنج بوينت حتى نجي نحل من عندها. الستارتنج بوينت بالنسبة للجزء الأعلى هي عبارة عن الواي نوت. بعد أن حسبنا قيمة الواي نوت اللي هي عبارة عن الإكس ديستليت، راح اجي استخدم هذه القيمه باستخدام العلاقه التاليه. مسبقا احنا قلنا بانه الواي تساوي الفا اكس على 1 زائد الفا ناقص 1 في الاكس، هاي العلاقه احنا اشتقيناها مسبقا اللي هي الواي والاكس. اذا بسطت هذه العلاقه طرفا في وسطين اقدر احولها الى الشكل التالي، الاكس يساوي ان الواي على الفا ناقص الفا ناقص 1 على الواي في الواي عفوا. فهذه المعادله وهذه المعادلة هي نفسها، لكن هنا أنا حطيت x بالطرف الأيسر وهنا أنا حطيت x بالطرف الأيمن. هذه المعادلة طبعا بصورة عامة ما بها نوت، هنا أنا فقط طبقناها النوت بها x وبها y فقط. فلذلك اللي راح أسويه هو بالشكل التالي، اللي راح أسويه أجي على أول بليتا موجودة عندي بالكولوم، أعلى بليتا موجودة بالكولوم، هاي في حالة بديت من أعلى الكولوم. لو فرضنا بأنه هذه البليتا رقم صفر، هاي البليتا رقم صفر، البخار الصاعد باتجاه الأعلى هو عبارة عن الواي نوت، والليكويد النازل باتجاه الأسفل هو عبارة عن الإكس نوت. الستارتنج بوينت مالتي راح تكون هي عبارة عن الواي نوت اللي هي راح تساوي لي إكس ديستليت. بعد ذلك اجي استخدم علاقة التوازن، دائما اقدر اربط التركيز مالت البخار مع تركيز الليكويد على نفس البليتا باستخدام علاقة التوازن. دائما العلاقة اللي تربط لي بين هذا وبين هذا هي عبارة عن الاكوليبريم ريليشن شيب. فمن اجيت الواي نوت عندي معلومة، حتى اجي احسب الاكس نوت احتاج الى علاقة توازن. علاقة التوازن إذا تذكرون إحنا عندنا الواي يساوي ألفا إكس على واحد زائدا ألفا ناقصا واحد في الإكس، هذه هي العلاقة اللي موجودة عندي هنا، الواي يساوي ألفا إكس على واحد زائدا ألفا ناقصا واحد في الإكس. إذا أجيت بسطت هذه المعادلة سويتها في طرفين أو طرفين في وسطين راح تساعدني بالشكل التالي، راح أقدر أقول أو الاكس راح يساوي لي مثل ما قلت لكم هذه العلاقة، وهذه العلاقة هي نفسها متبادلة فقط طرفين في وسطين، راح يكون عندي بالشكل التالي الواي العفو الاكس راح يساوي لي الواي تقسيم الفا ناقصا الفا ناقصا واحد في الواي. صارت عندي معادلة بالشكل التالي، الاكس يساوي لنا الواي
على ألفا ناقص ألفا ناقص واحد في الواي. هذه العلاقة تربط لي دائما على نفس البليتل. بالنسبة لهذه المعادلة، هاي المعادلة وهذه المعادلة are the same plate، أو على نفس الصينية أو على نفس البليتل. فهاي الملاحظة الأخرى اللي ثبتوها يمكن بأنه دائما علاقة التوازن تربط لي الاكس مع الواي. فالآن بعد اللي لقيت قيمة الواي نوت اللي هي تساوي الاكس ديستليت، أقدر أعوض قيمتها بهذه المعادلة وأحسب قيمة الاكس نوت. فراح إيش أقول؟ راح أقول إذن for plate not، إيش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي العلاقة بالشكل التالي: الx not راح يصير تساوي الy not على ألفا، الألفا هي ثابتة ما لها علاقة بالرقم الصينية، ناقصا ألفا ناقصا واحد أيضا في الy not. الواي نوت احنا هاي اصلا عندنا معلومه اللي هي عباره عن الاكس ديستليت، وهاي عندي معلومه. فايش سويت بهاي الحاله؟ بهاي الحاله حسبت قيمه الاكس نوت، صارت عندي قيمه الاكس نوت معلومه. الان لازم استمر بالحل. حتى استمر بالحل لازم انتقل الى البليته الموجوده بالاسفل. بعد ان خلصنا من البليته رقم صفر، الان لازم اجي على البليته رقم واحد. فالبليتة رقم واحد راح تكون موجودة بالأسفل هنا مثلا، هذه هي البليتة رقم واحد، فهاي راح أقول بليت نمبر 1. حتى أنتقل من هذه البليتة إلى هذه البليتة راح أجي أستخدم الأوبريتنج لاين إيكويجين. يعني دائما مثل ما قلت لكم قبل شوي بالملاحظة، حتى ننتقل من بليتة إلى بليتة أخرى أجي أستخدم معادلة أوبريتنج لاين. وفيما يخص الجزء الاعلى عندنا الاوبريتنج لاين هي عباره عن ريكتيفاينج سكشن اوبريتنج لاين. فحتى اجي انتقل من هذه البليته الى هذه البليته اجي استخدم هذه المعادله الموجوده عندي هنا. وقلنا مسبقا الواي هو دائما تركيز البخار الموجود بالبليته الموجوده بالاسفل، والاكس هو دائما تركيز الليكويد الموجود بالبليته الموجوده من الاعلى من عندها. فنجي نكمل الخطوات. هنا انا قايل بانه نستخدم قيمة الواي نوت حتى نحسب قيمة الاكس نوت. بالنسبة للنقطة اللي وراها راح نجي نعوض قيمة الاكس نوت اللي حسبناها في معادلة رقم واحد اللي هي معادلة Rectifying Section Operating Line. المجهول الوحيد اللي راح يبقى عندي هو قيمة الواي للبليتة الموجودة بالاسفل اللي هي قيمة الواي 1. فراح تصير عندي بالشكل التالي: اجي راح اقول using the rectifying section operating line equation راح يصير عندي المعادلة بالشكل التالي. احنا قلنا المعادلة هي عبارة عن ال yn راح يساوي لي ln تقسيم vn xn زائدا 1 زائدا d تقسيم vn في xd. ال ln وال vn طبعا ثابتة، وال d هو ثابت وال xd هو ثابت. فالمجهول الوحيد عندي ال yn و xn زائدا 1. حسب هاي الحالة موجودة عندي هنا، ال yn هي عبارة عن ال y1 وال xn زائد 1 راح يكون هو عبارة عن ال x0، لأن قلنا دائما ال y تركيز البيتا موجودة بالأسفل وال x وتركيز البيتا موجودة بالأعلى. فالمعادلة راح تصير عندي بالشكل التالي: راح أقول إذا راح يصير عندي ال y1 راح يساوي لي ال ln تقسيم ال vn في ال xn زائد 1 هو البليتر الموجودة بالأعلى اللي هو عبارة عن ال x0 زائدا ال d تقسيم ال vn في ال xd. هذا عندي ثابت ومعلوم، وهذا عندي ثابت ومعلوم، وهذا أيضا ثابت ومعلوم، وهذا ثابت ومعلوم، وهذا أيضا ثابت ومعلوم. ال x0 احنا حسبناها من البليتر السابقة أيضا معلومة، فبالتالي كمية ال y1 ايضا راح يتم حسابها. فمن ارجع هنا راح يصير عندي كمية ال y1 ايضا معلومة، فصارت عندي كمية ال y1 معلومة. بعد ذلك استمر على نفس البليتة حتى انزل الى الاسفل،
الليكويد اللي خارج من بيتا رقم واحد وراح يكون هو عبارة عن X1. وقلنا مسبقا دائما العلاقة الرياضية اللي تربط لي تركيز الاكس مع الواي على نفس البيتا هي علاقة التوازن، فالاكس مرتبط مع الواي عن طريق علاقة التوازن، فأقدر بالاعتماد على قيمة الواي 1 اللي صارت معلومة أحسب قيمة الاكس 1. احنا قلنا مسبقا بأنه كمية أو الاكس يساوي لي الواي تقسيم ألفا ناقصا ألفا ناقصا 1 في الواي. يعني ما معناتها بأنه إذا طبقنا هذه المعادلة للبيتا رقم واحد راح يصير بالشكل التالي: X1 راح يساوي لي Y1 تقسيم ألفا ناقصا ألفا ناقصا 1 في Y1. Y1 عندي معلومة والألفا عندي معلومة، نقدر نحسب كمية X1، فصارت عندي أيضا كمية X1 معلومة، وهذا مثل ما مثبت عندكم بهذه الخطوات. هنا بعد ان حسبنا قيمه الاكس نوت عوضناها بالمعادله رقم واحد، راح نجي نحسب قيمه الواي 1 اللي هي عباره عن الكونسنتريشن مالت البخار بالبليت رقم واحد. بعدين راح اجي استخدم معادله الواي 1 او عفوا قيمه واي 1، اجي اعوضها بالمعادله رقم 4 احسب كميه الاكس 1. المعادله رقم 4 هي علاقه التوازن، فدائما يتم استخدام علاقه التوازن مع علاقه الاوبريتنج لاين بالتناوب، فصارت عندي بهذا الشكل. واستمر بتكرار العمليات الى ان اوصل الى الاكس فيد. فراح نجي نسوي مجموعه من الخطوات الى ان نوصل الى كميه الاكس فيد. الان بعد ان لقينا البليت رقم واحد، راح اجعل البليت رقم اثنين. هذه البليت راح تكون هي عباره عن البليت رقم اثنين. البخار الصاعد من عندها هو عبارة عن Y2. مثل ما قلنا مسبقا، حتى انتقل من بليتا الى اخرى لازم استخدم علاقة الاوبريتنج لاين، فراح اجي انتقل من هذه البليتا الى هاي البليتا هنا، راح اجي استخدم معادلة الاوبريتنج لاين. ال Yn راح يصير Y2 وال Xn زائد 1 راح يصير عندي X1. فراح اجي استمر بهذه الخطوات، فراح اقول for plate 2 راح تصير عندي معادله بالشكل التالي: y2 راح تساوي ln تقسيم vn في x1 زائد d تقسيم vn في xd. واذا نرجع للشكل الرئيسي مالت المعادله موجوده عندي هنا، ال y2 هي عباره عن yn، وبالنسبة لـ xn العفو x1 هي عبارة عن xn زائد 1. فهنا أنا بهاي الحالة الـ x1 عندي معلومة احنا حاسبيها من البيتا السابقة، وهذول كلهم معلومين، راح أقدر أحسب كمية الـ y2، فصارت عندي كمية الـ y2 أيضا معلومة بالنسبة للبيتا رقم 2. الآن أستمر بالحل، لازم أجي أحسب كمية الـ x2. ايضا ذكرنا بالملاحظات السابقه بانه دائما تركيز البخار مع تركيز السائل على نفس البليته مرتبطين في علاقه التوازن، هاي دائما تكون في حاله إكوليبريوم، فهذا راح اقدر استخدمه حتى احسب كميه الاكس 2. فارجع اكمل الحل، ايضا راح اقول بالنسبه للبليته 2 راح اقدر اقول بانه الاكس 2 راح تساوي الواي 2 تقسيم ألفا ناقصا ألفا ناقصا 1 في Y2. Y2 عندي معلومة والألفا أيضا معلومة، أقدر أستخرج كمية X2. حسبت كمية X2 فهذه أيضا صارت عندي معلومة. هسه أجي أنتقل على الخطوة اللي بعدها. هذه الخطوة اللي بعدها اللي هي راح تكون بليتا رقم 3. البخار الصاعد باتجاه الأعلى هو عبارة عن Y3. أيضا حتى أجي أنتقل من بليتا إلى بليتا أخرى راح أجي أستخدم Operating Line، عبارة عن Operating Line، وهنا بهاي الحالة الـ Yn راح يصير الـ Y3 والـ Xn زائد 1 راح يصير هو عبارة عن الـ X2.
فراح يصير عندي for break 3 بالشكل التالي. راح اقول for break 3 for break 3 راح يصير عندي معادلة بالشكل التالي. ال y 3 اللي هي تركيز البخار راح يساوي لي ال ln على ال vn مع الاكس مال تركيز الليكويد اللي موجود بالبيتا موجوده بالاعلى اللي هو راح يكون بشكل الاكس 2 زائدا الدي في اكس دي على الفي ان. هذول كلهم معلومين عندي فقط المجهول واي 3، فصارت عندي الواي 3 معلومه. فهنا أنا ارجع الى الرسم، صارت عندي الواي 3 معلومه. بعد ذلك اجي احسب تركيز الليكويد من هذه البيتا اللي هو عباره عن اكس 3، وقلنا بالمحاضرات السابقة بأنه دائما التركيز مالت الليكويد والبخار مرتبطين على نفس البليتة، نستخدم علاقة التوازن. فلذلك راح أستعد المعادلة بالشكل التالي. بالنسبة للبليت 3 راح يصير عندي العلاقة بالشكل التالي. راح أستعد الـ X3 يساوي ال y3 اللي احنا اصلا حسبناها قبل شوية مقسومة على الالفا ناقصا الفا ناقصا واحد في y3، فصارت عندي قيمة ال x3 ايضا معلومة. فهنا صارت عندي هذه القيمة معلومة. بعد ذلك انتقل لبيتا رقم 4 و5 و6 بنفس الطريقة. مبدأ الطريقة هو اختيار starting point اللي هي الواي نوت بالنسبة للجزء الأعلى. بعد ذلك التحرك يكون بالشكل التالي، دائما يكون عندي تحرك من starting point بهذا الاتجاه على نفس البليتة وانتقل إلى بليتة أخرى، وبهذا الاتجاه على نفس البليتة وانتقل إلى بليتة أخرى، وبهذا الاتجاه واستمر بالحال. دائما على نفس البليتة استخدم علاقة التوازن، ودائما من انتقل من بليتة إلى أخرى استخدم معادلة الأوبريتنج لاين. استمر بتكرار نفس هذه الخطوات الى ان اوصل الى قيمه الاكس فيد، استمر بالحل الى ان اوصل الى قيمه الاكس فيد او قيمه جدا قريبه من عندها، اتوقف بالحل. المعادله اللي استخدمتها طول الجزء الاعلى من الكولوم هي فقط معادله الريكتيفاينج سكشن اوبريتنج لاين، وهذه الملاحظات او الخطوات مكتوبه عندكم بالملاحظات الورقيه. نفس ما قلتها نطلع قيمه الواي ونعوضها بالإكوليبريوم حتى نحسب قيمة الإكس، بعدين قيمة الإكس نأخذها ونعوضها في معادلة الأوبريتنج حتى نحسب قيمة الواي. نستمر بالحل إلى أن نوصل إلى قيمة الإكس فيد. من وصلنا إلى قيمة الإكس فيد بهاي الحالة نتوقف عن استخدام معادلة الريكتيفاينج سكشن أوبريتنج لاين. الآن بعد أن خلصنا الجزء الأعلى من الكولوم راح تجي في حالة إذا starting from bottom أو إذا بدينا من أسفل الكولوم. أسفل الكولوم طبعا هو عبارة عن stripping section operating line، وذكرنا في محاضرات السابقة بأنه المعادلة مالته هي بالشكل التالي. اشتقنا المعادلة الخاصة به فيما يخص operating line stripping section وكانت بالشكل التالي: ال YM يساوي ال LM تقسيم VM في XM زائدا واحد ماينس W تقسيم VM في XW. هاي المعادلة سميناها stripping section operating line. أيضا تعطيني تركيز البخار في بليتة معينة مع تركيز الليكويد الموجود إلى الأعلى من عندها مباشرة. يعني دائما مثل ما قلت لكم بالجزء الاول من هذه المحاضره بانه دائما الواي ام والاكس ام مرتبطين على بليتين مختلفتين في حال اذا استخدمنا الاوبريتنج لاين ايكويشن. بالاضافه الى هذا احنا عندنا معادلات اللي ذكرناها مسبقا اللي هي عباره عن ال ان يساوي لنا الريفلكس ريشيو في الديستليت، والفي ان تساوي ال ان زائد الديستليت. هنا من نجي نباوع على هذه المعادلة، اللي نحتاج حسابه هو الـ LM والـ VM وليس الـ LN والـ VN، وإنما نحتاج حساب هذول الاثنين.
الـ LM والـ VM عرفناها بالمحاضرات السابقة، هم عبارة عن تركيز الليكويد وتركيز البخار في الجزء الأسفل من الكولوم. فمن نجي على الخطوات الخاصة بموضوع starting from bottom، مثل ما قلنا هاي معادلة الـ operating line، وهذه المعادلات أخذناها مسبقا. هنا أنا راح أقول بأنه the values of VM and LM depend on the feed status، إذا كان liquid أو إذا كان بخار أو إذا كان mixture. يعني قيمة الـ LM والـ VM تعتمد على حالة الفيد، وهاي أيضا وضحناها بالمحاضرات السابقة. لو فرضنا بأنه الفيد بليت عندي هي هاي، على سبيل المثال أفرض بأنه البليت الموجودة عندي هنا هي عبارة عن فيد بليت، فيد بليت، وهذا هو الفيد. ممكن أن يكون ليكويد، ممكن يكون بخار، ممكن يكون خليط. من المحاضرات السابقة رمزنا للبخار الصاعد باتجاه الأعلى هو عبارة عن VN، والليكويد النازل باتجاه الأسفل هو عبارة عن LN. هاي فيما يخص الريكتيفاينج سكشن. أما بالنسبة للستريبنج سكشن فكان عندي البخار الصاعد باتجاه الأعلى هو عبارة عن VM، والليكويد النازل باتجاه الأسفل هو عبارة عن LM. هنا ما عندنا معادلات مباشرة لحساب الـ VM وحساب الـ LM، وإنما راح يتم حسابها بالاعتماد على هذه المعادلتين. أول شغلة أسويها أجي أحسب الـ LN وأجي أحسب الـ VN. بعدين بالاعتماد على قيمة الـ LN وبالاعتماد على قيمة الـ VN أقدر أحسب الـ LM والـ VM، وأيضا بالاعتماد على حالة الفيد. يعني شلون؟ يعني لو كان عندي الفيد على سبيل المثال بخار، لو نفرض بأنه كان عندي هذا الفيد هو بخار، فبالتالي الـ VN راح تساوي حاصل جمع البخار اللي جاي من الفيد زائدا البخار اللي جاي من الستربنج سكشن، لأن هذا بخار والفيد بخار راح يجتمعون يتوجهون باتجاه الأعلى فراح ينطون الـ VN. أما إذا كان الفيد عندي بشكل ليكويد، فالليكويد الآن النازل زائدا الليكويد اللي هو الفيد جاي راح يتجمعون على هذه الصينية وراح ينزلون باتجاه الأسفل يعطوني الـ LM. أما إذا كان عندي الفيد هو عبارة عن خليط من بخار وليكويد، فالبخار الصاعد VN راح يساوي لي كمية البخار الجاية من الفيد زائدا VM، والليكويد النازل باتجاه الأسفل راح يساوي لي كمية الليكويد النازل من الصينية أو من جزء Rectifying Section زائدا كمية الليكويد اللي جاي عندي من الفيد. فلذلك في هذه الملاحظة ذكرت بأنه قلت كمية الـ VM والـ LM تعتمد على طبيعة الفيد. الآن بعد أن حسبنا الـ LM والـ VM راح نجي نتبع الخطوات التالية حتى نحسب عدد المراحل أو عدد الصواني بالنسبة للجزء الأسفل. أول شغلة نسويها Calculate the values of LM and VM. هذه القيم تعتمد على LM و VM مثل ما قلنا وعلى حالة الفيد. النقطة الثانية راح أجي أعوض هذه القيم بالمعادلة رقم واحد حتى أيضا أحصل على ثابت. يعني إذا تلاحظون نفس البروسيجر بالضبط تماما اللي اتبعته مسبقا راح أجي أتبعه هنا. يعني المعادلة اللي كانت عندي بالشكل التالي الواي ام يساوي ال ام تقسيم ال في ام في اكس ام زائد واحد ماينس دبليو في اكس دبليو مقسومة على ال في ام. بعد ان حسبنا قيمة ال في ام وقيمة ال ام راح اجي اعوضهم هنا، فهذا الحد راح يتحول الى ثابت، واجي اعوضها هنا. ال W طبعا عندي قيمتها ثابتة وال XW ايضا قيمتها ثابتة، فلذلك الحد الاخير من هذه المعادلة ايضا راح يتحول الى constant، وهذا راح يسرع لي بالحل. يعني بعد ماكو داعي اعوض هذه القيم في كل خطوة من الخطوات واستمر بالحل، لا، مباشرة اثبتهم. يبقى عندي المجهول الوحيد Y بالنسبة للطرف الايسر، والمجهول الوحيد بالنسبة للطرف الايمن هو ال X. الآن بعد أن ثبتت هذه المعادلات راح أجي أيضا نفس الشيء، لازم أختار لي starting point. الـ starting point طبعا بالنسبة للجزء الأعلى من الكولوم اختارناها الـ Y not، ودائما الـ starting point لازم نختارها قيمة ممكن أنه يكون حسابها سهل جدا. هنا أنا بالنسبة للجزء الأعلى اختارينا الـ Y not لأن هي أصلا هي نفس الـ XD، والـ XD ممكن قياسه لأنه خارج من الكولوم. أما بالنسبة للجزء الأسفل فراح نبدي بالشكل التالي. لو فرضنا بأنه هذه آخر بليتة موجودة عندي بالكولوم،
هذه البليتة الأخيرة الموجودة عندي بالكولوم اللي هي راح تكون البليتة رقم صفر. البليتة رقم صفر البخار الصاعد من عندها من الأعلى هو عبارة عن الواي نوت، والليكود النازل من عندها هو عبارة عن الإكس نوت. هذه هي آخر بليتة موجودة عندي في أسفل الكولوم اللي هي هاي. هنا إذا نلاحظ نشوف بأنه لو جينا رسمنا هذا الرسم وفرضنا بأنه هذا الصاعد هو عبارة عن الواي نوت والليكود النازل باتجاه الأسفل التركيز مالته هو الإكس نوت. إذا نلاحظ الإكس نوت هو نفسه الليكود اللي راح ينزل منه وراح يجي بهذا الاتجاه ويمشي يرجع جزء من عنده ويطلع باتجاه الأعلى، فبالتالي الإكس نوت هي دائما تساوي لي الإكس دبليو. الإكس نوت هي دائما تساوي لي الإكس دبليو. هاي ملاحظة أيضا تثبت يومكم. فبالتالي الإكس نوت الموجود عندي هنا هو نفس الإكس دبليو. إكس نوت هو نفسه يساوي لي الإكس دبليو. هاي هي راح تكون الستارتنج بوينت بالنسبة للحسابات مالتنا. بعد أن سويت إكس نوت تساوي الإكس دبليو راح أجي أتبع نفس الطريقة. نجي أول شيء لازم نطلع التركيز البليتة بصورة كاملة. فالعلاقة اللي تربط لي الإكس مع الواي على نفس البليتة هي عبارة عن علاقة التوازن. فبالتالي راح أقول for plate node بالنسبة للبليتة رقم صفر راح يصير عندي علاقة التوازن بالشكل التالي. بعد أن حسبت قيمة الإكس نوت اللي هي أصلا تكون عندي معلومة، أجي أستخدم قيمة الإكس نوت في معادلة التوازن حتى أحسب الواي نوت. إحنا نعرف علاقة التوازن عندنا قلنا بها شكلين، واي تساوي ألفا إكس على واحد زائدا ألفا ناقصا واحد في الإكس، أو الإكس يساوي لنا الواي على ألفا ناقصا ألفا ناقصا واحدا في الواي. هاي بالنسبة للعلاقتين واحدة من عندهم نستخدمها. فبالنسبة لبيتا رقم صفر راح يصير عندي هذه المعادلة بالشكل التالي. راح يصير عندي الواي نوت راح يساوي ألفا في الإكس نوت مقسوم على واحد زائدا ألفا ناقصا واحد في الإكس نوت. الإكس نوت احنا قلنا هو عبارة عن الإكس دبليو، يعني هذا الإكس نوت هو نفسه إكس دبليو، وهذا هو أيضا نفسه هو الإكس دبليو. فبالتالي الواي نوت أقدر أحسبها بالاعتماد على قيمة الإكس دبليو، فصارت عندي الواي نوت أيضا معلومة. بعد ذلك لازم أجي أنتقل للبليتة رقم واحد اللي هي موجودة إلى الأعلى من عندها. فلو فرضت بأنه هذه هي البليتة رقم واحد، أجي أرسم البليتة رقم واحد. هذه هي البليتة رقم واحد، البليتة رقم واحد أيضا تركيز البخار الصاعد معدها باتجاه الأعلى والواي 1، وتركيز الليكود النازل معدها باتجاه الأسفل هو عبارة عن الإكس 1. مثل ما ذكرت بالنسبة للجزء الأعلى تماما نفس الخطوات حتى أجي أنتقل من بليتة إلى أخرى. راح أنتقل بهذا الشكل. هنا أنا أحتاج معادلة الأوبريتنج لاين، وطبعا بما أنه إحنا بالنسبة للجزء الأسفل راح أجي أستخدم Stripping Section Operating Line. راح أجي أستخدم هذه العلاقة الرياضية حتى أنتقل من بليتة إلى أخرى. وإحنا قلنا مسبقا بأنه دائما علاقة التوازن، العفو علاقة الأوبريتنج لاين تربط لي تركيز الواي لبليتة معينة مع تركيز الإكس بالنسبة للبليتة الموجودة إلى الأعلى من عندها مباشرة. فحسب هذه الحالة بالنسبة للبليتة رقم صفر راح تصير عندي العلاقة بالشكل التالي. الواي هي راح تكون الواي نوت، واي نوت راح يساوي الال ام تقسيم في ام. الاكس ام عندي زائد واحد راح تصير هنا عندي كانما اكس 1 اللي هو تركيز الليكويد الموجود الى الاعلى مباشرة من هذه البليتة. فهي راح تكون عندي بالشكل التالي، راح تكون عندي كانما بشكل اكس 1 اللي هو عبارة عن تركيز الليكويد الموجود عندي هنا زائدا او ناقصا، عفوا نرجع المعادله نفسها بالضبط الموجوده عندي هنا اكس ام زائد 1 صارت عباره عن الاكس 1، فراح تصير ماينس دبليو في الاكس دبليو تقسيم الفي ام. جميع هذه الحدود معلومه عندي والواي نوت عندي معلومه
راح أقدر أحسب كمية الـ X1، فصارت عندي كمية الـ X1 أيضا معلومة. بعد ذلك أنتقل على نفس الجيتا، فراح أجي ابتداء من X1 أستخدم علاقة التوازن حتى أحسب كمية الـ Y1، فراح أقول for plate 1 for plate 1 راح يصير عندي علاقة بالشكل التالي، راح أقدر أقول بأنه الـ Y1 تساوي ألفا في X1 مقسومة على 1 زائدا ألفا ناقصا 1 في الـ X1 أيضا. هذا فيما يخص البليتة رقم 1، فأيضا صارت عندي كمية الـ Y1 معلومة. بعد ذلك أنتقل أيضا إلى البليتة الموجودة إلى الأعلى من عندها مباشرة، فهو عبارة عن تكرار للخطوات بنفس البروسيجر. هذه البليتة رقم 2 راح تصير مثلا، أجي أسميها البليتة رقم 2. البخار الصاعد من البليتة رقم 2 راح يكون التركيز مالته الـ Y2، والليكود النازل من البليتة رقم 2 راح يكون التركيز مالته X2. فأيضا نفس الملاحظات ونفس الخطوات، حتى أنتقل من بليتة إلى أخرى راح أجي أستخدم معادلة الـ Operating Line، اللي هي عبارة عن Stripping Section Operating Line. فبالنسبة للبليتة رقم 2 راح تصير عندي بالشكل التالي، أو العفو البليتة رقم 2 نعم، for plate 2. بالنسبة للمعادلة مالت الإيكوليبريم اللي تربط البليتة رقم 1، العفو معادلة الـ Operating تربط البليتة رقم 1 مع البليتة رقم 2 راح تصير بالشكل التالي، راح يصير عندي الـ Y1 تساوي LM تقسيم VM في تركيز الليكويد مع البليتة الموجودة إلى الأعلى من عندها مباشرة، اللي هو راح يكون X2-W في XW مقسومة على الـ VM. جميع هذه الحدود عندي معلومة، الـ Y1 أيضا عندي معلومة. من خلال هذه المعادلة راح أجي أستخرج قيمة الـ X2، فصارت عندي بهذه الحالة قيمة الـ X2 عندي هنا معلومة. بعد ذلك أتبع نفس الخطوات السابقة، أجي أحسب الـ Y2 على نفس البليتة. فمن أجي أرد أحسب على نفس البليتة، العلاقة اللي تربط بين تركيز البخار والليكويد على نفس البليتة هو عبارة عن معادلة التوازن. فراح يصير عندي معادلة التوازن بالشكل التالي، راح أقول بأنه Y2 تساوي ألفا في X2 على 1 زائدا ألفا ناقصا 1 في X2. الـ X2 عندي معلومة والألفا عندي معلومة، إذا أقدر أستخرج من هذه المعادلة قيمة الـ Y2. بعد ذلك أجي على البيتا رقم 3، أيضا أنتقل من هذه البيتا رقم 2 للبيتا رقم 3 باستخدام معادلة الـ Operating Line، وبعدين أجي أستخدم معادلة الـ Equilibrium وأستمر بالحال إلى أن أوصل إلى منطقة الفيد. من أوصل إلى منطقة الفيد أتوقف بالحل. من أوصل إلى منطقة الفيد راح أجي أتوقف بالحل باعتبار أنه Stripping Section انتهى عندي. فمبدأ الطريقة أيضا طلاب هو نفس الشيء، أبدي من Starting Point معينة، بعدين أجي على نفس البليتة أحسب الـ Y، بعدين أنتقل من البليتة إلى أخرى وأجي على نفس البليتة أكمل الحسابات، وأنتقل من البليتة إلى أخرى وعلى نفس البليتة أستقل أكمل الحسابات عفوا، بعدين أنتقل إلى بليتة أخرى وأستمر بالحل إلى أن أوصل إلى كمية الـ X-Feed. الـ Starting Point عندي هنا هي عبارة عن الـ X-W، دائما على نفس البليتة أستخدم علاقة التوازن، ومن أجي أنتقل من البليتة إلى أخرى أستخدم معادلة الـ Operating Line. الآن حسبنا عدد المراحل بالنسبة للجزء الأعلى، وحسبنا عدد المراحل بالنسبة للجزء الأسفل باتباع هذه الخطوات اللي هي عبارة عن خطوات مكررة. الآن نجي إلى عدد المراحل النهائي. عدد المراحل النهائي قلنا نستمر إلى نوصل إلى كمية الـ X-Feed. عدد المراحل النهائي هو Number of Total Plates راح يساوي لي الـ N بالنسبة للـ Rectifying Section زائداً N بالنسبة للـ Stripping Section minus 1.
الان بالنسبه للريكتيفاينج سكشن هو عدد الصواني بالنسبه للجزء الاعلى من الكولوم، والان الستريبنج سكشن هو عباره عن عدد الصواني بالنسبه للجزء الاسفل من الكولوم. هنا طرحت من عندهم واحد، السبب هو انه الفيد بليت يجب ان تكون متضمنه في ريكتيفاينج سكشن او ستريبنج سكشن، لكن احنا من حسبناها مره نحسبه ضمن الجزء الاعلى ومره نحسبه ضمن الجزء الاسفل. يعني هذا شو يعني؟ هذا يعني من اجينا على هذا الكولوم ابتدينا من اعلى الكولوم، حسبنا تركيز الصينيه الاولى وانتقلنا للثانيه وانتقلنا للثالثه وانتقلنا للرابعه وانتقلنا الى الفيد بليت، توقفنا بالحل، جينا حسبنا عدد الصواني لقيناها هاي واحد وهاي اثنين وهاي ثلاثه وهاي اربعه وهاي خمسه وهاي سته. من نحسب عدد الصواني ما نعتمد على الترقيم اللي احنا اتبعناه، يعني الترقيم مالتنا يبدي من صفر، لكن الصفر هو بليته، لكن من اجي احسب الفعلي، فراح اقول هاي الاولى وهاي الثانيه وهاي الثالثه وهاي الرابعه وهاي الخامسه، والفيد بليت راح تكون هي السادسه، واتوقف بالحل. من اجيت بديت من اسفل الكولوم راح اجي ايضا نفس الشيء، ما اعتمد على الترقيم، اعتمد على العدد الفعلي، فراح اقول هاي البيته رقم واحد او هاي البيته الاولى وهاي البيته الثانيه وهاي البيته الثالثه وهاي البيته الرابعه وهاي البيته الخامسه وهاي البيته السادسه والبليت السابعه اللي هي البيته مال الفيد، واتوقف بالحل. فنلاحظ انه الفيد بليت مره حسبناها من ضمن الجزء الاعلى ومره حسبناها من ضمن الجزء الاسفل، فكانها ما راح تنضاف مرتين، فلذلك من اجي احسبهم اضيف عدد الصواني بالنسبه للجزء الاعلى والجزء الاسفل واطرح من عنده واحد، لانه الفيد بليت تم اضافتها في الجزئين. هذا فيما يخص حساب عدد المراحل بالنسبه للطريقه التحليليه اللي يتم باتباع طريقه لويس سورال ميثود، اللي هي ستيب باي ستيب ميثود، اللي هي عباره عن استخدام معادلتين فقط، معادله الاوبريتنج لاين ومعادله الاكوليبريوم. معادله الاكوليبريوم تستخدم على نفس البليتا لحساب تركيز البخار بدلاله تركيز الليكويد او بالعكس، لكن شرط ان يكون على نفس البليتا. اما بالنسبه لمعادله الاوبريتنج لاين فهاي المعادله يتم استخدامها للانتقال من بليتا الى اخرى، والسبب انه معادله الاوبريتنج لاين بالنسبه للجزء الاعلى وبالنسبه للجزء الاسفل هي دائما تربط لتركيز البخار لبليتا معينه مع تركيز الليكويد القادم من البليتا الموجوده الى الاعلى من عندها بصوره مباشره.